عمو سانتو، انت روحت فين؟ عمو سانتو، عمو سانتو. ايوه انا جاي اهو يا حبيبي. يا عمو سانتو، اسمه ايه الباب اللي انت طالع منه ده؟ الباب ده اسمه باب مفتاح الاسرار. طيب انا فاكر باب مدخل الاسرار، باب المعمودية، وباب سر الاسرار اللي فيه التناول، وباب سر التثبيت اللي جواه سر الميرون. إنما باب مفتاح الأسرار ده إيه؟ ده مفتاح الأسرار لأنه باب التوبة والاعتراف. طبعاً أنت عارف؟ أنا عارف الاعتراف، بس معرفش إزاي نعترف وليه أصلاً لازم نعترف. فاكر اللبس الأبيض اللي بنلبسه في المعمودية؟ ده عشان قلبنا بقى أبيض وطلعنا من المعمودية من غير خطية. طيب لما نكذب أو نشتم أو نقول حاجة وحشة أو حتى نفكر في حاجة وحشة، يبقى القلب الأبيض ما بقاش أبيض، واللبس الأبيض اتوسخ وما بقاش نظيف. ممكن نتعمد تاني عشان نلبس أبيض تاني. ما ينفعش نتعمد تاني، ما احنا قلنا ربنا يسوع مات مرة واحدة وقام مرة واحدة. إنما ينفع نغسل هدومنا. يعني إيه نغسل هدومنا وقلبنا؟ يعني نرجع نتوب ونعترف، يرجع القلب أبيض تاني وكأن اللبس الأبيض رجع نظيفه أبيض. تعال معايا يا عم سانتو، وريني أدخله إزاي وأعمل إيه فيه. قبل ما تدخل عند أبونا تفكر عملت إيه حاجات وحشة، طب ضايقت مين، وتقعد تصلي يا رب أنا آسف لأني زعلتك وما سمعتش كلامك، وساعدني عشان ما أعملش كده تاني. حاضر يا عم سانتو، أعمل إيه بعد كده؟ بعد كده ندخل لأبونا نقول له الحاجات اللي إحنا متضايقين منها. أنا زعلت بابا يسوع لأني ما صليتش، لأني اتخانقت، لأني زعقت، لأني ما روحتش الكنيسة، لأني عملت شقاوة في الكنيسة. طبعا لو واحد فينا مزعل أخوه لازم يروح يصالحه الأول، ولو زعل ماما أو بابا لازم يرجع يقول سوري. هو أنا لازم أعترف عند أبونا؟ مش ممكن أصلي وأعترف لبابا يسوع على طول؟ أصل أنا بتكسف قوي لما ببقى عامل حاجة وحشة. أصل بابا يسوع زمان قال لتلاميذه اللي هم دلوقتي أبونا وسيدنا، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني يا عم سانتو مش هقدر اتناول من جسد بابا يسوع ودمه غير لما اعترف؟ طبعا، انت بعد ما بتعترف وابونا يحط على راسك الصليب بيصلي لك التحليل، كأنه بيقول بالضبط اللي قاله ربنا يسوع، مغفورة لك خطاياك. تفرح قوي، تحس خلاص الشيطان الوحش اللي خلاك تتزحلق وتغلط بعد عنك، وربنا فرحان قوي انك رجعت ابنه وحبيبه تاني. ده يعني لو عملت حاجة وحشة صغيرة. طب لو عملت حاجات كتيرة وبعدت فترة عن بابا يسوع وعن التناول، هينفع ارجع اتوب واعترف؟ عارف يا ماركو، كان في قديسين حياتهم وحشة قوي واعمالهم شريرة، لما تابوا واعترفوا بقوا حلوين قوي، وكانوا بيجاهدوا، يعني يقعوا شوية ويقوموا شوية، يغلطوا شوية ويتوبوا شوية، لكن شوية شوية بقوا قديسين كبار ما عندهمش خطية، وبقينا بنقول لهم اشفعوا فينا وصلوا لنا عشان انتوا حبايب ربنا. ايه الآية بتاعت الباب ده يا عمو؟ الإنجيل بيقول لنا من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم، أمثال
28:13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. أمثال 28 العدد 13.